والله حبيتها كتير. أحلى شي برمضان الحلويات يلي بنعملها على إيدينا، وشو أطيب حلو ناكله برمضان غير اللقيمات؟ أنا بالنسبة لعائلتي وبالنسبة لإلي أنا شخصياً القطايف. فالقطايف بتنعمل لو بعد الفطور، بعد الفطور قومي خفقيهم بالجوت وعملي قطايف طازة وطرية. بدي 3 أكواب من المي الدافية، ضروري جداً المي تكون دافية، ما تكون لا غليانة ولا باردة. بدي كوب من السميد الناعم أو طحين الفرخة. شايفين حبيب قلبي كيف بيجي قوامه؟ كأنه حليب بودرة، منو السميد اللي بنعمل فيه السمبوسك يا ربي قلصة البسبوسة، لا الطحين الفرخة. وإذا عندكم سميد وسط كمان بيمشي الحال، بضيف عليهم كمان كوبين من الطحين أو دقيق القمح. المكونات كلها بنفس الكوب حبيب قلبي، كوب اللي منبلش فيه منخلص فيه كل المكونات. بدي ضيف لهم ملعقتين طعام من السكر، بيعطيها لون كتير حلو للقطايف. حطوا 2.5 ملعقة كمان بيمشي الحال. 3 ملاعق طعام من الحليب البودرة يكونوا مليانين جبل، 1 ملعقة طعام مليانة من الخميرة، خميرة الخبز، بيكنج باودر أو خميرة الحلويات، بدي تقريبا 0.5 ملعقة. بنخفق المكونات مع بعضها باستخدام المضرب اليدوي أو مضرب كهربائي مثل ما أنتم بترتاحوا. هلا انا حطيت ركوي على النار، ركوي فيها مي. رح قلكن الخطوة المهمة لتنجح معنا القطايف وبتطلع مثل الحلوانجيين اللي بيبيعوها بأحلى المحلات، رح قلكن شو هي الخطوة ورح تدعولي عليها. هلا ما ضروري انا اخلطها، شايفين لسه فيها حبيبات، ما ضروري اخلطها على الاخر. شايفين هذا المكون مكتوب بيكربونات الصودا، بس شايفين شو مكتوب تحتها؟ مكرر للطعام، ضروري جدا يكون مكرر للطعام وإلا بتعطيكم طعمة مرارة بالأكل. بياخد الكباية بحط تقريبا هذا 0.5 ملعقة أو أقل من الكربونة، بضيف فوقها مي عم تغلي غلي. شايفين كيف رح اتفور الكربوني؟ انا عندي مي تكون غليانه حبيب قلبي بهالطريقه، بشيلها وبسكبها فوق الخليط وبخلطه منيح مع بعضهم. يعني مجموع المي صار عندي 3.5 كاسات من المي. ما بعذب قلبي بهاي، بشيلها على جنب. يا اما من البدايه بحط الخليط كله ببريق الكوكتيل وبخفقه، يا اما باستعمال الميكسر. بسم الله. صار القوام كتير ناعم، وطبعا ليلى جواد ما بتريح العجينة مباشرة على الخبز، هي لا عن جد هي أساسا ما بدها ريحها مباشرة من خبزها. أنا ليه قلت لكم بعد الفطور قوموا خفقوها وعملوها طازة لعيالكم؟ لأنه ما بدها ريحها. بسم الله، بخلي المقلية تحمى. هلا هي شكلها على شكل صينية كتير مهضومة من ماركة دوستوف، دايما بتسألوني ليلى شو طناجرك ماركة دوستوف، فبخليها تحمى بعدين بخفف النار.
هيدا الشيء إذا ذاكرينه أنا اشتريته من عند الأوتلت سيد، بينحط بقلبه الخليط ومنسكبه بينزل من هون بهي الطريقة. رح جربه هلأ قدامكم، إذا ما عجبني رح استعمل الركوي أو المغرفة. شو حلو حتى فيها الخفاقة، يعني أنا فيني بنوت وقت أضرمها لهاي باستعمال هون، فيني أخفقها وكمل سكب. والله بينتها منيحة، لنجرب ونحكم مع بعض. بسم الله. هلقد كفاية. يلا بسم الله. شوفوا حبيبي قلبي، أنا كل شيء صار جاهز عندي. جهزت عندي هون صينية حطيت عليها بشكير المطبخ، بشكير بدي حط عليه القطايف، وبشكير بدي غطي فيه هون القطايف، وهي بدي شيل فيها القطايف، والجوط هون كل ما نقصت هيديك حأسكب من الجوط. يلا تنبلش. بسمي بسم الله بسم الله، ضغطة صغيرة حأضغط. طلعت ميني قطايف. لا شو عملتي يا ليلى؟ اه شفتوا هيك لازم نضغط، رح كون واضحة قدامكم لأبعد الحدود. هو الغلط كان مني انا، ما بيأثر، هذا اول استعمال يعني ما بنعرف حالنا شو عم نعمل. حطها على جنب. يا ما شاء الله رائعة، حبيت. لا حبيت بس هي يعني ما تعلقوا عليها، هي خطأ مطبعي يا جماعة. هي كل غرض سبحان الله أول مرة بنستعمله بيكون في إله تجربة واحدة خاطئة. فشايفين كيف هلا بدي أنطر هيدا المنه مستوي يستوي على الآخر بعدين بقلبه، هيك ما بدقره أبدا. شايفين هيدا لسه في، هيدا خلص ليكون حشيله قدامكم مباشرة. شوفوا اللون، شوفوا الجمال. بغطي هلا بالاخر، بدي اعمل شوي ميني قطايف كمان، هاي حاجتها طبعا، هاي ما بكبها حرام نعمة ربنا تتبذر. شوفوا هاي استوت كمان، رائعة رائعة. شفتوا ليش العجينة ما بدها تخمير؟ مباشرة خلص منغطيه ومنشتغل بالكمية اللي بعدها. رح حط الكاميرا ورح أعمل قدامكم. بسم الله. والله حبيتها كتير. على فكرة عيد الأم ما بقى كتير بعيد يا جماعة، قولوا لي شو مجهزين أمور لعيد الأم. انا عم فكر هلا شوي تاني روح عند الاوتلت سيد منزل اشياء بتعقد، فبدي روح شوف على الارض الواقع، لانه انا شفتهم بقناه الحلا، والله شفتهم منزل اشياء كتير حلوه. انا من اول ما رجعت من السفر لهلا ما رحت لعنده، فبدي روح وعلى الاغلب رح اخذكم معي، بنشوف انا وياكم شو منزل اشياء لعيد الام. هي المقلية بتساع أكتر من أربعة، رح جرب المرة الجاي أعمل ستة.
بتعرفوا شغلي، هلا تذكرت شغلي. انا عم فكر بالاوتلت بدي اجيب هديه لحماتي. تذكرت انه مرت عمي بتحب القطايف الكبيره، فرح اعمل وحده كبيره مثل ما هي بتحبها. شايفين قد ايه عملت حجمها؟ ليكو بالنسبه لايدي تقريبا شبر. كثير طيبه بتطلع. فالله يخلي لنا امهاتنا جميعا يا رب، ويخلي لي حماتي، ويخلي لي امي، ويطول لي باعمارهم، وان شاء الله يا رب الله يمد بعمرهم ويخليهم بصحتهم وعافيتهم لاخر لحظه بحياتهم. وجميع الامهات وكل امهاتكم الله يطول بعمرهم ويرحم الاموات منهم يا رب. والله هي بدها تطلع خرافيه، بس ما فيني ادقرها قبل ما هذا كله ينشف. شايفين؟ شايفين الجمال ده؟ حد يقول لي ده ايه؟ والله يا جماعة هالمكنة اختراع، إذا لقيتوا منها بالمحلات الأدوات المنزلية حدكم جيبوا منها، كتير بتريح. جهزت عندي هون جوز، بدي احشي جوز وبدي احشي جبنة مربعات. الجوز أنا بحط مثلا تقديريا كباية من الجوز، بحط له ملعقة وسط من القرفة، كتير بيلبق له القرفة، أهنا بالعراق بسموه دارسين أو السينامون. وبحط له ملعقة طعام من السكر البودرة بس، فقط لا غير. فرجيكم هاي القهوة يا جماعة، هاي القهوة كتير متفسدين فيها آخر فترة أنا وهيدي، خاصة بعد الفطور. كل يوم بعد الفطور لازم يكون في فنجان قهوة. فلنبلش نحشي ونقلي عادي جدا، نقلي بنفس الزيت يلي بنقلي فيه عوامات، بنقلي فيه. ليكو لقلكم طريقة الحشي، بسكر أول شيء نص القطايف، بعمله على شكل القمع بهذا الشكل، وقد ما فينا نكون كريمين. كتير طيبة هيك قرشة الجوز فيها طيبة، خاصة الجوزات هولي من الضيعة، فبحشيها بدعمها دعم. وبسكر. اكتبوا لي انتو بشو بتحبوا تحشوا القطايف. نحنا بنحشي جوز، قشطة، جبنة شغيلي مثل الموتزاريلا بتجي. اللهم صل على النبي. فيكن تحشوا شو ما بدكم، ما بيأثر. هلا هاي لانه اسم الله طريه، يعني بعدهم سخنين، انا ما استنيت عليهم مباشره على الزيت. بخفف النار على الاخر تحتها وبحشي الباقيين بنفس الطريقه. شو عملتوا فطور اليوم؟ نزلوا هلا بالكومنتات اكتبوا لي، قولوا لي شو عملتوا فطور، بلكي منكم نستفيد. مش بلكي، على اكيد منكم نستفيد، نحن بنستفيد من بعض من حبيب قلبي. طبعا بسكرها مرتين مش مره واحده، تأضمن انها ما حتفتح. طبعا حبيب قلبي بهالمرحله هاي فينا نفرزها. والله مهميه هيدي، كتير مهمه. ليجي عبد ايه هيدي؟ عم تشوف الكواليتي ممتازة. بدي يجي عبد يقول لي هاي شو سعرها؟ حسيتها كتير قوية وكتير مهمة. عبد كيفك؟ الحمد لله. الله يرزقكم يا رب، الله يسلمك. من السفر، من وقت ما رجعنا من السفر هاي أول زيارة لعند عبد. عبد الله يبارك، الله يبارك. شو هيدا كله؟ كفين شوي بالوزارة ما شاء الله. بس يعني قلنا بزار شي مرتب كان شي حلو، طقس شوي ما ساعدنا. بس هل انت نطرتنا لنسافر؟ نطرنا لنسافر. لا بس انا جيت لعنده قبل السفر بكم يوم، نزلت لهم البداية الحمد لله، كتير كانوا مبسوطين يا عبد. كان كتير كم، لا حطي قد اسعارها حلوة. يلا الله يرزقكم. والله الادمي والمنيح بنحب نفيد. وليكو شو جايب انتو، شوفوا بعينكم ليكو كيف متفنن، خاصة هلا جاي مناسبة. الله يحمي كل امهاتنا يا رب. شو عبيت؟ هذا كلياته مدري انت ما شفتيهم. المكويات هاي صغيره ما بتشوف كهرباء كثير. لا هي ما شفتها. هذول بوش. انا شفت هاي الزهريه. ايه هذول اللي شفتيهم. هذول كلياتهم عبيت. شو الاسعار؟ لانه دائما بيقولوا لي بس تروحي عند الاوتلت 15 دولار المكويات، وكلياتهم مكفوله سنه. 15 دولار. 15 دولار. باناسونيك بوش. عبد ليش الخاص هيك مثلا؟ لا جايبين كمية منه. عبد بدي اقول لك شغله. هي المفروض تنباع 25. والله. بس جايبين كمية، بس هلا بعد البازار 25.
والله عيد الام بس بس لعيد الام ل 21 اذار. عبد بدي اقول لك شغله، انا بالمانيا ما انت عم تقول بضاعتك اوروبيه المانيه عبد، الاسعار نار هنيك. فحتى قلت لهم بالفيديوهات قالوا لي ما بعرف انتم عندكم ليش عند السيد اوتلت اسعاركم رخيصه، هي بالمانيا غاليه. نحن بنشتري كميه كبيره كرمال هيك تكون الاسعار ارخص. الله يرزقكم لانكم عم بتفيدوا هالناس عن جد، وخاصه هلا ما عم بيكون فيها مشاكل. شو هذه عبد؟ هيدي مثل الشفره، هيدي شفره بس بالطريق شفره شفره. عن جد؟ هيدي ليطيروا شعرات ايدك. هذا جرب عن جد مجربها على ايدك؟ لا مش هي واحدة ثانية خليك اياها. هيدي ليطيروا شعرات ايدك. هيك هيك جربها. هيدي ليك ما احلى لي هيدي. جربها. جزاني الله منيحة. جربها هيدي. شفرة شفرة. شو هاي؟ شايفتيها أول مرة؟ لا. يعمل فيها هيدا. شو هاي؟ شو هاي؟ قوي قلبك. جاي من المستقبل. هيدي حاجة تطير شعرات ايدك. لا قوي قلبك. شو قوي قلبي يعني؟ قوي قلبك. عمل هون. هون؟ بتشيل لك لحم الميت بس الشعر. شو؟ بتشيل اللحم الميت. بتشيل اللحم الميت وبتشيل الشعر؟ ايه هون شايفه؟ لا يا عبد كيف شلوا شعراته؟ بس ليك شايف فيني انا؟ اعملهم على ايدك انت. جرب جرب على ايدك عبد، جرب على ايدك. يعني هيدي هيك؟ ليكوا شو عم بيطير، شايفين هون شو عم بيطير؟ لا شو هي؟ عبد هاي للستات ولا للرجال هاي؟ ليك حسيت للنساء اكثر. ليك ما في شيء يا زلمه، شفت الكذب؟ ما بعرف شو هي. عبد اعطينا وحده منها. شفتيني ليك هون يعني نطفت ايدي غير ما راح الشعر. شو سرها هاي؟ ما عم فهم. ورخيصه على فكره، 2 دولار. دولارين؟ دولارين؟ عبد اعطيني وحده. رجال شو بدك؟ كان منك انا قبل ما انا عم بتفتل بالمحل، قبل ما تفوت انت على المحل شفت جايب هنيك انت اشياء رائعه لك. وشو نقيت انا هون؟ كله بيحفظ حرارة. هولي انا نقيتهم حتى جبت انا هدول المعالق. ما المعالق وين هن؟ هلا بفرجيكم انا شو نقيت، بس خلي يفرجينا عبد المعالق اللي عم يحكي لنا عنها. سيليكون. ما حتى منه؟ شو في منه؟ لا والله شو في منهم الوان؟ في ست اسود ورمادي. انا بدي اياه رمادي. ولا قال لك فرجيني الاسود، بدي اشوف وحده منهم. هيك شفتي هيدي السيليكون تاعها قوي ممتاز. هي هي اخذت منها انا تاع الكابوتشينو. جايب منهم تنتين انت كان خفيف وحده مرتبه. اي الخفيفه؟ 5 دولار خفيفه ومرتبه حق 7. هي المرتبه كثير مرتبه. انا بدي هدول المعالق السيليكون عبد اسود اذا الله رد. شو سعرهم؟ 12 دولار تمام. الطقم وفي شيء قطع اكبر يعني في ياس كبير بتشوفيه. انا فرجيتيه هون عبد. انت لحالك اذكر لي الاسعار لانه كثير عم يسالوني عن الاسعار. هدول جوردات هدول بيحفظوا حراره للقهوه 5 6 7. الله الممتازين. انا اخذت من عنده جورد. يا الله عم لاقي شغله بالسفر. وزي كله ذهبي واسود. شو هول هدول شفتيهم؟ تاع البهارات بالذات. ما له شيء. اكو تلسكوب، جايب تلسكوب. هي اذا اولادي شافوا ميزان بكيف اولادي على هيك اشياء. هيدي بدي اشوف شو قصتها. اجى هي اجى جديد ايش جديده بدي حالها عم تدخن بالغرفه او في ريحه. بتنقي الجو بدي اشوف شو قصتها. صح حلو. انا ما شفتيها لكن انا هذه هي ميزان. هي هي لشنط السفر. والله مهمه ليلي. بتعرف قديش بتعرف لشنطة البطاطا لتبيعها بكيف؟ ممتازة والله. بسموها ست البيت. بس بتجي 4 شفرات، يعني أول مرة بشوف بتجي 4 شفرات، بيجي معها خلاط كوكتيل وبيجي معها عصارة. شو سعرها هي؟ كان بيسها 75. 75. قبل ما تيجي على المحل عبد أنا شفت هونيك الفرامة اللحمة. قلت بس بتجنن. قلت بدي أسألك. عن جد لفتت لي نظري. وين هي؟ هي 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 رائعة. ليكو هلا انشغل اجا زبون ليرجع يقول لي تفاصيل عنها. هي تعبد هي ما هي؟ ايه عن جد؟ وين هي الاحلى؟ لا لا عن جد حمستني. هيدي 6 لتر
لا انا كان قصدي فرانة اللحمة عبد. ما شاء الله الله يبارك. 6 لتر هي بتحط فيها كيلو 200 جرام لحمة تترمى. كيلو 200 جرام لحمة ما شاء الله بس مبيني يعني قوية قوية. شو سعرها هي؟ هي كبيرة 45 مكفولة اكيد. كيلو 200 جرام معي فيديو تبع هي عم تفرم يعني 45. وعندي الصغيرة اللانزو. انت اخذتي لانزو ما هي؟ اللانزو نفس المبدا هيك عندي فريق بس والله ما شاء الله مبيني يعني بتلقى دعك. مهم كثير. شوف لك هذا الفيديو تبع لك حطوا على الميزان كيلو 200 شوف الفرق. ما شاء الله بلا تاع تنظيف الازاز. هلا عن جد احنا فهمنا لمصلحه بتعقد لتنظيف الازاز. شوف الفيديو تبع معلم الكنبيات بتستعمل الكنبيات مستعملت لك كل شيء. هلا انا ما كنت فاهم لك شيء وبيجي معه من هول الرواش انا بتنحط كم مهم كثير كثير كثير. ليكو كتير سألتوني انتو عنا حبايب قلبي. هاي اللي بتنظف الازاز بالبخار كتير مردعات شايفين. هلا لحقوا حالكم مش من بعد ما نزل الفيديو تيجوا بشي اسبوع او عشر ايام ما في ولا قطعة. فعبد انا بالنسبة لهيديك المكانة اللحمة هيديك شو سعرها؟ هيدي 100 100 هيدي 2000 وط. وعندي هي ذاتها اصغر شوي متقرب ب85 1000 والله انا هيديك عجبتني عجبني حسيت الكواليتي تاعها. ليكو شو جايب تاع التوم هول اللي بيجوا هيك بيجوا شغل برا عن جد بيجوا قوية قوية. انا مرة جبت وحدة اطقت من هون فحاخد منهم. ليكو حتى جاي منها الوان هاي اللي بتشيل الجلد البيت كلها الوان. هذول كلهم بيجوا الوان منهم دولارين يعني جاي منهم دولارين. في شيء من فوق ما بيضوي في شيء بيضوي مثل ليش بيضوي؟ هلا بدي فرجيكم اشياء برا جايب عبد اشياء بتنحط ديكور بالبيت وبتضوي. هيدي هدول بيجوا 16 وحده ما بتضوي حقها 20 بتضوي من فوق حقها 23. كيف بتضوي؟ بدي بدنا نشوف كيف يا وهي بينتها كبيره اثنين يا جماعه شجره وسط ليكي من فوق شوي اصلا شو هي بهارات من مبينة لا مبينة شوي مبينة مثل الرينج لايت. شو اسعارهم هالعدد؟ اوكي عندك 20 23 والكبير اللي ما بتضوي حق 23 والكبير اللي بتضوي حق 25 مهمين والله. ليكو عم فكر اخذ وحده والله كثير عجبوني ويلي عندي عتقت فعم فكر جدد. على كل حال ان شاء الله بشرح على البيت بفرجيكم انا شو اخذت اغراض. ليكو هيدي اللي بتسلق البيض والله مهمة. كم بيضة بتاخد؟ شي 5 6 7 7 7 7 تعالوا هلا لفرجيكم. قلت لكم في اشياء بتضوي جايبها عبد كثير حلوين تعالوا لفرجيكم اياهم. ليكو هي كلها محلات وما شاء الله الله يبارك. شايفين شو جايب الوان من هولي؟ انا ماشي على الطريق عم فرجيكم. ليكو كثير حلوين يا عبد. ضوي ضوي اشياء جوا. ليكو انا يلي جاي كله سيلفر كثير عجبني بس هو كلهم حلوين. ليكو كيف حاطتهم كلهم؟ والله برافو عليك يا عبد مضويهم كلهم. انا بالليل بضوي اللي برا. عبد جايب تياب للعيد للاولاد رجالي واولادي. خليني اخذ لمحه تعرف هلا العالم الله يساعد الجميع يعني. فرجيني ثياب البنات الجداد هول شفتهم هول فرجيتهم اياه قبل ما اسافر. قومي صبياني حلوين عن جد يا خيي. ليكو من اي عمر لاي عمر عندك يا عبد؟ انا عندي ثياب كل شيء من الاشهر. ليكو حتى الجواكيت اللي ورا كثير حلوين. عندك عمر 6 7 سنين؟ فينا 16 سنة.
فرجيني لشي عمر 6 7 سنين. شو اسعارهم عبد؟ هيك والله مقبولين. طعم بيبي 15 دولار. منيح والله. طقم كامل جيلي وكنزي او قميص مع البنطلون $15. هاي اغلى شوي 28. اخذ شي لمودو افندي. شو حلو حيلبق له كثير هيك شيء واللون حلو. ليكن احنا بنكون عم نحلق بنصير نقبع الدرس. بنكون كثير حلوين. كنا بادوات الكهربائيه صرنا بالثياب. بس الجاكيت مع الكنزه. شميزات لحال. بعدين فينا نطبق نحن بنطلون. والعيد حيجي يعني انا بقول الدنيا ما حيكون كتير كتير برد. بقول لكم كم رقيق ما فيش نسكن. عبد شو اسعارهم هول اللي بيضووا؟ كل شيء لمبادرات صغار 20 دولار. الصغار ب 20. الصغار ب 20 والكبار اللي برا شفتيهم ب 25. الكبار مثلا شايفين مثل هيدي. هيك برا ضووهم. تعالوا نشوفهم ضووهم برا قال. الله يعطيك ألف عافية يا شادي. شادي من عند أهلنا من سوريا. كتير حلوين. هو قبل عم يطلع منه شيء ذهب بس قليل كتير الذهب. كتير 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 حلوين. رجع ذكرني عبد شو سعر الكبير؟ الكبار 25 والصغار. الكبار ب 25. والصغار ب 20. بس كتير حلوين. كتير. بدي اختار وحدة منهم عن جد لفتوا لي نظري كتير. اكتبوا معي اكتبوا لي أي وحدة أحلى وحدة. هي زيادة بس هي زي سايز أكبر. بيجي معاه لقم وسكيكين وهيدي كمان. ألوانهم حلوة كمان. والله الواحد إذا أجى لعندك هلا على عيد الأم وعلى العيد ما شاء الله كل شيء كل شيء حيلاقي. شو البلاستيك؟ إيه عن جد. إيه عن جد منيح. كحلة وأسود وأسود وأحمر حتى في بناتي. حنفوت هلا على هذا المحل اللي فيه اشياء مكياجات مستحضرات لتنظيف البشره. كثير عم بتحبوا انتم هذا القسم. هلا نفوت نشوف شو جايبين شيء جديد. خليني حاخذ من هاي بيوتي بلندر. حاخذ هني كلهم مثل بعضهم. لا والله القصه بتختلف. ناخذ تنتان. اي والله هذا مهم لتنظيف البشرة مثل الفرشية. فرشية هي عبطرية. ليكو انا فكرت احذروا شو فكرتها هي الفرشية للوش ام طلعت لا غسول. غسول للوش. والله بينتو شي منيح. شو رأيكم اكتبوا لي اذا بتعرفوا عنه شي. يي ليكو شو لقيت ما حتصدقوا. هي المكنة يلي بتعمل البيتي فور. اوه والله هي مهمة. عبد بدي شوف هي قلبها من جوا. عرفتيها لشو؟ ايه تاع البيتي فور. كتير مهمة هاي خاصة هلا العيد منه مطول بقى. الله ينعاد على الجميع يا رب. عبد من هلا بقلك جايب منهم كتير مشان حبيبات قلبي المتابع. لا ما تقلي ما في غيرها. في لسه حبتان بس كتير مهمة هاي. ليكو جماعة موديلات هي هي ممتازة. انتو بس اعملوا العجينة وحطوها فيها. انا بفهم كتير مهمة. حطوا العجينة وحطوا فيها ونقوا الراس اللي بدكم اياه من هون. ايه وبيطلع لكم الاشكال بدني على حسب ما مرسوم بالكرتونة. هلا بفرجيكم الاشكال يلي بالكرتونة. في هاي على الكرتون مبينين اكثر. عبد اعطيني الكرتون يعمل معروف. شايفين ليكو ليكو كثير مهمة. هاد لاخذكم اخذ لكم اخر شيء عن هول الطناجر بما انه جايين على عيد الام. كيف كيف عبد ما سمعتك؟ ست قطع. تمام عبد اعطيني الاسعار دغري اعمل معروف. 100 هذول نفس المبدا. هذول بيجي زيادة عليهم بيجي معطلة معالق.
ثلاثة معالق كمان 100 دولار؟ ايه في منه هيلون في هيلون في اسود في كحل كثير ولا ثلاث هيدا هيدا اللون شو سعره هيدا؟ هيدا طنجر بس هيدا بيجي خمس قطع بس بيجي قياسه اكبر والله هولي حاسستهم مهمين انا جرى اكبر كثير مهمين هدول المقاري جربتيهم انت ما هيك؟ لا هولي لا جربت السود انا ايه في منهم الاسود والذهبي والرمادي والبردو شو اسعارهم؟ اوكي 30 دولار 30 وفي هدول الاسود هولي بيعقدوا ايه هولي انا جربتهم كتير يعني عن جد وبتحسون شيك والله ليكو مرتبين هولي ثلاث تصويني بيجوا مع بعض شو سعرهم 48 والله الام بتستاهل الام بتستاهل لو بدنا نجيب لها كل شيء كل شيء الله بيقدرنا عليه الله يحمي امهاتنا جميعا يا رب ويطول باعمارهم ويرحم المتوفيين منهم يا رب شفتي انت؟ لا لا ما شفتهم شنويت من الضعف شكلهم حلو كمان ليكو عبد كأنه هالمرة كتير عغراض المطبخ هالمرة جيب تشكيلي أوسع شو أسعارهم هول؟ 20 طعم كامل اها 2 3 4 5 6 7 أنا عندي مثلهم سيلفر على الحال وإلهم سنين عندي بس متذكرة متذكرة إنه جبتهم أغلى من 20 اي والله كانت الاسعار عن جد بتكوي الحمد لله هلا صار عنا اوتلت سيد حتى الروبوت صرنا سارة ايه الروبوت صرنا سارة الروبوت والله قديش قد عملتوها 100 دولار كان اسمه حسن هيكم احلاهم ببيعوني اياها بسعر وبس بيرجعوا بيرخصوا هيدا شو هيدا هو الروبوت اخذته من المبسوط انا اخذته ابيض 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 في منه اسود في منه ابيض ليكو انا وفيلا ما فينا ليكو كل شوي بننكش غرض هاي اللي بتنحط على الحمام اكرمكم الله شايفين مهمه والله بترتب الحمام ليكو جيت لحتى نطلع لقيت هادي حامل هالصحون عباد ما حكينا بالصحون هلا بيقولوا لي ليلى طلعي بقى من هال يا عمي غراض غراض وما بيخلونا نطلع انت بتحبون انا إذا تاكل بازيلا ورز تاكل فاصوليا ورز تاكل يخنات تاكل طب عبد ضب لي هول الأربعة هول الأربعة حاخذهم هول حاخذهم هلا عبد كان عم بيقول لي على أسعارهم عم بيقول لي إنه كبير دولار ونص وكل شيء صغير دولار الكيسر سعرهم يعني أكثر من هيك ما بيمشي بدنا أمريكا أوروبيات كثير مدبين وايدهم اوكي ومهم نوعيتهم في كثير موديلات حلوه فانه هن في نقوا اشي كسر في نقوا شيء سيري ناقص كم قطعه كثير حلوين حتى ليك لقيت هدول هلا شو هن هول؟ ميزان اها ميزانات للاكل ما خبرهم هو عبد ما بيعرف شو عنده حلوين ما هيك؟ ليكو هول شو حلوين ليكو هالالوان كثير حلوين اشكالهم رائعه تخيلوا هي للتقديم قدام الضيوف ليكو الالوان شو رايكم في كتير موديلات على فكره ولسه قال حينزلوا كتير اشياء